السلام عليكم، معكم أحمد، تابعوا معي. في هذا الفيديو سنرى الوحدة الرابعة تطور جملة كيميائية نحو حالة توازن. إذن سنبدأ من هذه التعريفات: الأحماض HA، الأسس B. بالنسبة للأحماض HA، فيها أحماض قوية وأحماض ضعيفة. بالنسبة إلى الأسس، كذلك فيها أسس ضعيفة وأسس قوية. بالنسبة إلى الأحماض القوية، تعطي في الماء تحولات تامة، نكتفي بكتابة تامة. أحماض ضعيفة غير تامة. بالنسبة للأسس ضعيفة غير تامة، مثلها مثل الأحماض الضعيفة. بالنسبة إلى الأسس القوية، مثلها مثل الأحماض القوية، يعني تامة. بالنسبة إلى أمثلة، يعني باش نفهمكم وش معنى الأحماض القوية الأحماض ضعيفة. الأحماض القوية على سبيل المثال حمض كلور الهيدروجين، فهم هذا حمض كلور الهيدروجين، حمض قوي يتحلل كليا في الماء. بالنسبة إلى الأحماض الضعيفة واللي يهمكم بزاف واللي كاين تمارين في البكالوريا عليه، إلا في الأحماض الضعيفة أو الأسس الضعيفة. الأحماض الضعيفة هي أحماض كربوكسيلية، واللي راح تشوفوها في الوحدة السادسة. الأحماض الكربوكسيلية نحتاجها في الأحماض الضعيفة. كل حمض كربوكسيلي فهو حمض ضعيف، نشوفه في الوحدة الرابعة وفي الوحدة السادسة. صح. بالنسبة للأسس الضعيفة، الأسس الضعيفة كيفها كيف الأحماض الضعيفة. على سبيل المثال غاز النشادة، فان كذلك، هذا يعني في الباك، فان كيف أسس ضعيفة. بالنسبة للأسس القوية، الأسس القوية كل أساس فيه شوارد الهيدروكسيد فهو أساس قوي، أساس قوي، واللي يهتم به أرينوس، يعني ينتمي إلى أسس قوية لأرينوس. يعني الأسس القوية كل جزيء فيه OH فهو أساس قوي، مثلا NaOH فهو أساس قوي، NaOH. هنايا في الأحماض القوية والأحماض الضعيفة والأسس الضعيفة اهتم بهم برونشتد، ولكن الأسس القوية لا اهتم بهم أرينوس، قال أنه كل أساس فيه OH فهو أساس قوي. صح. في الأحماض الضعيفة لما تتفكك في الماء، يعني كي نزيدوا له الماء، يعطيني شوارد الهيدرونيوم أو الأوكسونيوم زائدا الأساس المرافق لهذا، يعني ندير أنا أموا صفة عامة، ولكن دير تساوي، ما ديرش ودي سهم رايح، مفهوم هذا؟ لأنه هذا كيهتم بالتفاعل التام، سهم ديريكتومون هنايا يروح ويجي، وزيد فان انحفاض الكتلة والشحنة، ولذا نديرو تساوي. بالنسبة إلى الأسس الضعيفة ما ينتجش الهيدرونيوم، لا الناتج هو OH- زائد الماء، فان كذلك كما هنايا زائد الماء يعطينا OH- زائدا الحمض المرافق له. يعني ندير أنا على سبيل المثال ندير بصفة عامة ندير NH4، يعني بالنسبة لهذا التفاعل، فهم هذا؟ وهنا ندير RCOO ناقص، لأنه الحمض يفقد H، فهم هذا؟ والأساس يزيد H. صح. بالنسبة للأسس القوية والأحماض القوية دوك نتكلموا عليها. صح. بالنسبة للأحماض الضعيفة، الأحماض الضعيفة تكلمنا أنه لا تتفكك كليا في الماء، ما تتفككش كليا في الماء، يعني تعطي تحولات غير تامة وتنتج لي شوارد الهيدرونيوم. صح. يعني نتحدث على التوازن الكيميائي. وروح تشوف عنوان الوحدة، مراقبة تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن. صح. لما نتحدث عن التوازن، نتحدث عن ثابت التوازن. لازم تركز على هذه الكلمة تاع ثابت التوازن. إذن لازم هنايا نسموه الكاء، ثابت الحموضة، لأنه ثابت التوازن في الحالة النهائية أو في الحالة التوازن نسميه ثابت الحموضة. ثابت الحموضة في الحمض الضعيف
يعطينا يعني العبارة تاعو هو جداء النواتج على تراكيز، عفوا تراكيز جداء النواتج على تراكيز جداء المتفاعلات. إذا نولي هنايا نديرو بصفة عامة بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية، نديرو هنا R CO O ناقص في شوارد الهيدرونيوم على الأحماض، يعني الحمض R C O O H. بعض الأساتذة ولا يديروا هنايا أموا وهنا أشأ، يعني بصفة عامة حمض. أنا درت الأحماض ضعيفة، أحماض كربوكسيلية باش تفهمها، تفهمها الأحماض الكربوكسيلية هي التي تهتم بالكاء، فهم هذا صح. الأسس الضعيفة لما تجي تكتب نتايا تقول التوازن، تقدر تقول توازن نورمال نكون معك، ونقدر نتكلم على ثابت التوازن راني معك صح، بصح ما تتكلمش عن ثابت الحموضة هنا حرام في الفيزياء. هنايا لا يوجد، لا يوجد لثابت الحموضة، نديرو بالأسود، لا يوجد ثابت الحموضة. علاه لا يوجد ثابت الحموضة؟ علاه لأنه هنايا الناتج هو او اش موا، كي دير انت ثابت التوازن تاع هذا كاين او اش موا في ان اش 4 على ان اش 3 لتحت. هنا ما نسبوش ثابت الحموضة، لا سمو ثابت التوازن وخلاص، فهم هذا. وفي فيديوهات ان شاء الله لاحقة نقول لكم كيفاش نعدو الى اخره. هنايا كاين في النواتج كاين اش 3 او موجب، نتكلم عن ثابت الحموضة، هنا حرام لو كتكلم على ثابت الحموضة، قول ثابت التوازن وصاي. بالنسبة للأحماض القوية، وهذا على دارهم، هذا على قريناهم يا أخي، التمرين يجعل الأحماض الضعيفة والأس الضعيفة هنايا نستحقوهم في المعايرة، وهنا نستحقوه في المعايرة، فهم هذا. إذا الأسس القوية نديروها معايرة ما بين الأحماض الضعيفة والأحماض الضعيفة، نعايروها مع الأسس الضعيفة، والأسس القوية نعايروها مع الأحماض القوية، يعني ثلاث معايرات. يعني دروك أنت في هذا الفيديو شفت واش تحتاج في الوحدة الرابعة، بتقول الأستاذ كيفاش شطنا ثابت الحموضة، لا باش تشوف واش قريت في ثابت في الوحدة الرابعة، يعني واش لازم تركز في الوحدة الرابعة، مفهوم هذا؟